نستعين متابعينا مستمعينا الكرام لفاضل، وحييكم وأرحب بكم وبحضراتكم في هذا اليوم مع تواصل هذه التحديات ومع تواصل انطلاقات أشواط مهرجان ختام الوثبة لعام 2019. ننطلق في هذا اليوم الخاص بسن اللقاية، لننطلق نحن وإياكم متابعين الكرام عبر قناة ياس، المستمعون عبر الأثير FM بانطلاقة شوطنا 19، أول أشواطنا الخاصة بالإنتاج والمنتجين في سن اللقاية وتحدياتها. شوط الإنتاج، شوط المنتجين ينطلق ببركة الله وتوفيقه، شوط هو خاص باللقاية الإبكار، المحليات، لننطلق مع أول الأسماء ولنندفع بصدارة الشوط والانطلاق الأول هناك والاندفاع هناك مع الوهيب مبارك بن راشد بن حميد المنصوري، يتقدم الأسماء وينطلق على صدارة الشوط. المركز الثاني يتابع القادمة جلوة أحمد بن سهيل بن سعيد العامري، يتقدم بجلوة وينطلق بجلوة على المركز الثاني، بينما دور المركز الثالث ليتابع القادمة تحذير، بدأ يرسل تحذير الشامسي بشعاره الجميل محمد بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي اللي على المركز الرابع، بتابع وبقول القادمة على المركز الرابع هناك انطلاقة جمانة مبارك بن راشد بن مبارك بالجافلي الحمي، ينطلق على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع القدوم والانطلاق في هذه اللحظات على المركز الخامس، القادمة والمنطلقة شذارة سويدان بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، يتقدم بشذارة وينطلق على المركز الخامس، بينما تجاوزات سرابة محمد بن أحمد بن هويمل العامري وانضمامات كبيرة ما بين هذه الشعارات التاريخية المتواجدة في شوطنا. شوط الانتاج، أول أشواط الانتاج والمنتجين، ليتقدم أيضا مع تحذير، وأتابع الواصلة هي من حاف سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي وانطلاقة سمحة سالم بن ناصر بن خليفة الدرعي، بدأ يتجول شعارة ما بين الشعارات، أيضا القدوم والانطلاق هناك والاندفاع من هذه الأسماء الكبيرة. وصولي لماذا؟ أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي يقدم لنا لماذا؟ 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 ينطلق الرميثي، يندفع بمستواه وبشعاره الجميل وباسمه الغريب، يتقدم بهذا الانطلاق، بينما أتابع الأسماء الحاضرة والقادمة، وصول وانطلاق من حفلة محمد بن سعيد بن حمود العفاري، ولكن يا أخواني 2 كيلو هي اللي باقة، هي انطلاقة اللقاية الأبكار، تحديات اللقاية الأبكار، المحليات، تحديات الإنتاج والمنتج والعودة إلى مقدمة الشوط من جديد، إلى صدارة الشوط من جديد، وإلى المركز الأول وإلى الانطلاق الأول في هذه اللحظات المنطلقة المندفعة. سمحة سالم بن ناصر بن خليفة الدرعي، سمح الله دربك يا راعي، سمحة غير على مقدمة الشوط، انطلق بانطلاقة. المركز الثاني شعارك المنصوري قادم قدم مع الوهيب، ينطلق الوهيب على شوط، الله يكفينا شر الوهيب، تتقدم مع الأسماء، تنطلق على المركز الثاني مبارك بن راشد بن حميد المنصوري، واللي على المركز الثالث اللي تتقدم وتنطلق سرابة شعار بن هويمل، بدأ يتسرب وبدأ يتغلغل ما بين الشعارات الكبيرة محمد بن أحمد بن هويمل العامري
عمار يا راعي سراب عمار اللي على المركز الثالث. وصلت وصلت انطلقت حفلة تبي تحتفل فيهم حفلة بشعارك يا العفاري محمد بن سعيد بن حمود العفاري الكيلو متر الأخير. شوط الانتاج وين يا عرب وين يا اخواني وين شوط الانتاج وين يا محلاه من ناموس يا مزينه من ناموس يا مجمله من ناموس ناموس وختامي الوثبة وانتاج انتاج انتاج. شوف اللي قادم على المركز الرابع اللي واصله وصلت هناك الشاهينية محمد بن غدير بن حميد اليديلي يتقدم اليديلي ينطلق اليديلي يتجاوز اليديلي من الجانب الاخر والحضور ايضا من الشامخة شامخة بأداها شامخة بشعارها محمد يا محمد يا بن راشد يا بسيف يا الشامسي. ولكن وصل الراعي صوغة تقدم العملاق العيناوي بانطلاقه بشعاره وصلكم راعي صوغة تقدم العملاق وشعار الخزع بالعثة بالخزع العامري انطلق بهذا الانطلاق بهذا الوصول سودة 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 شراتك يا شودة أمبارك بالعثة بالخزع بالعثة العامري 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 العثة بالخزع بالعثة العامري راعي سودة غير عليهم وغار غار على الشوط غار غار على الناموس غار بالعثة مبارك 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 يا نايف الجحافي مشكور يا نايف الجحافي مشكور مبارك بالعثة بنخزع بالعثة العامري خاطفا لناموس أول أشواط الإنتاج والمنتجين مع سودة تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق الكبير بينهم. المركز الثاني كان الحضور من شعار اليديلي المقدم للمستوى الأداء الكبير مع الشاهينية محمد بن غدير بن حميد اليديلي. المركز الثالث الحاضرة على المركز الثالث سمحة سالم بن ناصر بن خليفة الدرعي. والمركز الرابع وصول هناك الشامخة محمد بن راشد بن سيف الشامسي. والمركز الخامس إذن بنعود إلى لجنة التحكيم في هذه اللحظات مع الانطلاق من جديد هناك وشعار بالعثة مبارك بالعثة بالخزع بالعثة العامري من قدم لنا سودة مع اللحظات الأخيرة هناك 7 دقائق هناك 20 ثانية 4 أجزاء من الثانية تستاهل الناموس يا راعي سودة مبارك بالعثة بالخزع بالعثة العامري دائما ما يظهر في أشواط الإنتاج والمنتجين تهانينا والناموس لك يا مبارك على هذا الفوز. المركز الثاني المركز الثاني الشاهينية بشعار محمد بن غدير بن حميد اليديلي اللي قادم على المركز الثاني. سلام بديه سلام على هذا الفوز والواسط سلام هناك والتوقيت الزمني في هذه اللحظات 7 دقائق 21 ثانية 3 أجزاء من الثانية وأيضا سلام لغبرة سلام على هذا الفوز. المركز الثالث هناك لحظات الوصول على المركز الثالث وصول سمحة سالم بن ناصر بن خليفة الدرعي 7 دقائق 22 ثانية 4 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين.